الكلام طبعا عن زيارة السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للسعودية، وما تربط السودان بالسعودية من علاقات أزلية وعلاقات طيبة على مر العصور والسنين. وطبعا السعودية هي قبلة المسلمين، وأول حاجة نقدر يعني في الفتانة دي ونحن مقيمين بالسعودية نشكر أهلنا بالسعودية الملك ولي العهد والشعب السعودي على حسن الضيافة والتعامل الراغب وعلاقات طيبة وأزلية، وهي قبلتنا. فزيارتها فشي طبيعي أنه السعودية ما يعني تقيف مع السودان في ظل المتغيرات والنظام الجديد، وهي هي من يعني الدول الدائما بتحضن المسلمين واقفة معنا في السودان، علاقات طيبة من أزل بين السودان والسعودية. نتمنى الزيارة بتاعت الأخ رئيس الوزراء وما صاحبها من توقيع مشاريع ووقفة طيبة إنها يعني تثمر للشعب السوداني بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله يعني الفترة دي تكون فترة خير ونماء، يعني فترة بتاعت والسودان بلد طيب، يعني السودان بلد مليان من الموارد والأراضي والمشاريع اللي ممكن السعودية هي أولى إنها تستثمر في السودان، واستثمار السعودية في السودان يبقى استثمار يعني استثمار الوطن للوطن والأهل للأهل، يعني أفضل لنا استثمار خارجي استثمار ما معروف. فاستثمار السعودية وقفتها معانا، وإن شاء الله يعني يتمنى من المسؤولين في السودان إنهم يسهلوا كل السبل للأخوة في المملكة العربية السعودية عشان المشاريع ويستصحبوها، وشي إن شاء الله يكون يعني فاتحة خير على الشعب السوداني، وإن شاء الله الشعب السوداني يعني شعب كريم شعب أصيل ما يستحق إنه يعني يعيش معيشة غير كريمة، نحن فرضنا نعيش عيشة طيبة ونكون سلة غذاء العالم. والله فرصة طيبة، وإن شاء الله زيارة موفقة زيارة طيبة، وشكر والتقدير للأخوة في 24، وكذلك يعني التحية عبركم لأهلنا وفي السودان، ونطمنهم إنه نحن والله في خير، ويعني عايشين في بلدنا الثاني عايشين في بلدنا الثاني وما في أي فرع. التحية لكل الأهل والأصدقاء والجيران، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.